عماد. أهلا، السلام عليكم أختي سناء. لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. تحية لك، تحية سميحة وجميع الطاقم ديال البرنامج والمستمعين والمستمعات. مرحبا عماد، شكرا لك بزاف، وتحية للأخ ديالك حنان والأم ديالك، ونتمنى تكون على خير دائما. بارك الله فيك، شكرا، تحياتي لك أنت. مرحبا. نبداو بأول واحد الوصفة. إيه. عندنا هذه كريمة للشعر، يعني تقوي الشعر وتحد من تساقط الشعر. عندنا ثلاثة معالق ديال زبدة الكاريتي. مع جوج معالق ديال زيت الزيتون. مع جوج دروس ديال الثومة محكوكين. مع معلقة صغيرة ديال الخزامة مطحونة ومغربلة مزيان. مع معلقة صغيرة ديال الريحان مطحون ومغربلة مزيان. تنجمعوا هاد المكونات كلهم على حمام. عاودينا المكونات. عندنا قلنا ثلاث معالق ديال زبدة الكاريتي. نعم، جوج معالق ديال زيت الزيتون. جوج دروس الثومة محكوكين. تنزيدو عليهم معلقة صغيرة ديال الخزامة مطحونة ومغربلة. مع معلقة صغيرة ديال الريحان مطحون ومغربل. تنجمعو كل المكونات على حمام مريم على عافية مهيلة ومع التحرك. طبعا صافي، فاش تنتزو المكونات تندخلوهم فواحد القرعة ديال الزاج، تنخليهم حتى ياخدو داك السمك ديال الكريمة. والسيدة تستعملو على الشعر ديالها، يعني تنقولو المناطق اللي يعني تكون فيهم الفارغة هما الأولين. ايه، يعني تتهز القياس، يعني تقريبا هاد الكيمياء اللي عطيتك تاخذ مده تقريبا 3 شهرين. تبقى في عندنا، من بعد تبقى توزع على الشعر ديالها لمده 20 دقيقه. ايه، من بعد تتغسل بالطريقه العاديه. واخا، مازال عندك شي وصفه؟ هذا ما كان اختي حسنه، تبارك الله عليك عماد، شكرا لك بزاف على المشاركه ديالك، مشكور جدا.